عندنا مخلل القرنبيط. مخلل القرنبيط مقاديره ايه يا جماعه؟ هتكون مقاديره كالتالي: عندنا كيلو من القرنبيط مقطعينه زهرات، عندنا 3 كوبايات ميه وكوبايه خل وربع كوبايه سكر وربع كوبايه ملح، 3 فصوص ثوم و3 اعواد كزبره، واحد فلفل احمر حامي، ورقتين من اللورة، معلقه كبيره حبوب كزبره، ومعلقه كبيره حبوب كمون. واول حاجه عايزين نعملها ان احنا نحضر سائل التخليل. فسائل التخليل هياخد الميه والخل وكل الكلام الجميل ده، هنرفعه هنا على النار، هناخد الميه الخل وهنبدأ نضيف كل حاجة تانية. أنا بظبط بس معيار المية، هبدأ أضيف الملح والسكر وهحط حبوب الكمون وحبوب الكزبرة، وطبعا هم دورهم رائع في المخلل، بيخلوه ما يتعبش البطن وما يبقاش مرهق للقولون، ده غير طبعا النكهة العظيمة اللي هناخدها منهم. هنسيب الكلام ده مع بعض يغلي على النار، نطمن بس ان الملح والسكر دابوا، وتعالوا لحد ما المحلول يغلي نحضر البرطمان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نرص البرطمان. يلا بينا. أنا برص اسمه إيه القرنبيط، وهصب عليه محلول التخليل لما يبقى جاهز. طيب إيه مواصفات البرطمان ده؟ برطمان إزاز. واحنا بنرص كده بنقوم موزعين الحاجه اللي عندنا، يعني اجي هنا احط فص ثوم، هنا فص ثوم تاني، ممكن نزق التالت هنا، قرن الفلفل ممكن ناخده كده ايه نوقفه، ورقه لورا هنا، اعواد كزبره تاني هنا، تدي طعم جميل جدا، ونكمل. وزي ما اتفقنا برطمان ازاز، نظرا لان الازاز هو اقل المواد تفاعلا مع الحاجات اللي فيها خل وملح وكده. ويا جماعه هنعقم البرطمان بان احنا ندخله الميكروويف 30 ثانيه، او ان احنا ندخله غساله الاطباق في دوره بس غليان سريعه كده، او ان احنا ننزله في ميه مغليه. كل الطرق دي تنفع وهتدينا نتيجه رائعه. السكر طبعا بيعادل الطعم، وهنا محلول التخليل غلي، فانا بس هخليكم تطلعوا فاصل، هخليه ياخد الغليان الاخير، او يعني هو على وشك الغليان، يغلي بس غلوه واحده عشان اضمن ان السائل ده معقم وهيحافظ على عمر المخلل اطول مده. من القرنبيط بتاعنا جاهز في البرطمان، ومحلول التخليل اخد الغلوه بتاعته، فانا عايزه اصب محلول التخليل على القرنبيط. وانا ما بحبش اخد مجازفات بصراحه، خايفه يتدلق يعني، لان طبعا الحله بتبقى فتحتها واسعه، فهصب في كوبايه عياريه اضمن، واصب براحتي هنا. ممكن كده خففنا، نجرب مرة واحدة. تمام. ممكن يعني ايه فاضل كده نقطة فوق ما فيهاش مية، ممكن تضيفوا مية سخنة عادي جدا، مهم ان كل المخلل يكون متغطي. هنمسح الدنيا مظبوط. لو عايزين تسرعوا عملية التخليل، هتاخدوا القرنبيط تنزلوه في المية اللي كانت بتغلي على النار وتسيبوه يغلي غلوة واحدة، ولكن انا بفضل انه ياخد الوقت التايم فريم العادي بتاعه، يعني من غير ايه سربعة. بصوا هنا قرن الفلفل اهو شكله جميل ازاي، عشان كده بقول لكم رصوا، لان المخلل ده يمكن من احلى الحاجات اللي ممكن نزوق بيها البيت.